أقول الله يرحمه إن شاء الله يدخل الجنة، وكان إنسان طيب ويحافظ على صلاته. جانا اتصال في الليل وبلغ على أساس أن الولد قالوا تعبان شوي وموجهنا شالينا بالطيارة إلى مستشفى توام. توجهت لتوام والتقيت فيه من هناك وشفت الموضوع، الحمد لله على كل حال. الولد والنعم فيه حبه، حافظ على صلاته، ولها من هذا كله بار بوالده، واكثر شيء بار بامه، والحمد لله. وربك طول في عمرك عطنا امانه ودعنا اياها وشلها طول في عمرك، وهذا قضاء وقدر لا حول ولا قوه. كل موت اللي مات محمد الحمد لله نحن نعتبرها شهيد طول في عمرك وفي خدمه الدوله، والله ويجزى الله شيوخنا ما قصروا، بالعكس كفوا ووفوا. ضمانة لو بحكي انا عن محمد، يعني لو بقول ما بوفي له حقه، لانه يمكن ما قليل التواصل احنا وياه، لكن لما نتلاقى ولما نتواصل احنا وياه يعني يكون ولد حبوب، ولد تحب تجلس وياه، تحب تسمع سوال، وتحب تسمع الاشياء اللي يقول. ان هو دائم يعني دائم يحب يسولف، يحكي يتكلم معنا، يسولف معنا، يخبرنا الاشياء اللي يصير عنده من ضمن هذا الخدمة العسكرية اللي كان فيها هو. وكان وايد يمتدح انه هو بايروح وهو مشتاق على الاشياء هذه ويخدم وطنه. في ناس توفوا في حادث، في ناس توفوا وهو مريض، لكن هذا توفى هو يخدم وطنه. يعني شرف لنا صراحه، شرف لنا بامانه انه يتوفى هو ويخدم وطنه. واحنا يعني قد ما كنا حزينين بعد كثر ما كنا فرحانين لانه توفى بهذه الخاتمه الطيبه صراحه. نسال الله الخاتمه الطيبه ان شاء الله. محمد انسان طيب خلوق، يشهد للكل باخلاقه، الحمد لله رب العالمين. أهله، جيرانه، ربعه، الدوام، في كل مكان عند أهله، الحمد لله رب العالمين. وهذا الموت حق ويصير على كل مسلم، يعني ما بس سبب محمد أنه توفى في الخدمة الوطنية، ناس توفت في الحروب وتوفت في كل مكان، فالوطن نفديه بأرواحنا طول عمري. لو كل أجل كتاب، لو كان هنا داخل بيت أبوه حصل ما حصل له هناك، لكن الله سبحانه وتعالى قد يكون مأهلنه لهذه الدرجة، أن يعني يحصل هذه الدرجة من الفخر والاعتزاز، ونحن كلنا فدا ذرة رمل من دولة الإمارات كلنا فداها.